وصفتنا لليوم كتير سهلة وبسيطة وبتهم كل ست بيت وخاصة الموظفات. رح نقدم طريقة تخزين الخضار كافة مع كافة أسرار نجاحها بطريقة مضمونة ومجربة على ضمانتي، مع كمان تخزين الثوم لشهر رمضان المبارك للاستخدام اليومي بسهولة بدون فريزر. تابعوا معنا الوصفة، طريقة التحضير والمكونات. يا رب يعجبكم فيديو اليوم. ما تنسوا فضلا ولا أمرا اللايك والتعليق والاشتراك في القناة، وأهلا وسهلا بكل المتابعين. يسعد أوقاتكم متابعينا الحلوين بيوم جديد ووصفة جديدة. بما انه قرب علينا شهر رمضان المبارك، الله يا رب يجيبه بالخير والصحه والسلامه وينهي الوباء على خير، قررت اقدم لكم شويه وصفات خاصه لرمضان وتسهيل وتسريع طبخكم فيه لحتى ما تاخذ معكم وقت، لانه انتم بتعرفوا الوصفات بتكون ما شاء الله كثيره وعامره برمضان، من السلطه الشوربه السمبوسك والطبخات الرئيسيه. لحتى نختصر الوقت والزمن رح اعطيكم كم ملاحظه وكم نصيحه وصفات لرمضان تسهل عليكم وتسرع عليكم وقت الانجاز ان شاء الله قبل الافطار. بالبدايه قبل ما ابلش بوصفه اليوم، اذا كنتم مشتركين بالقناه اول مره عم تزورون يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد، واذا كنتم مشتركين اهلا وسهلا فيكم نورين كالعاده يا حبيبي، يعني ما تنسوا اللايك والشير حتى تعم الفائده على الجميع، واذا عندكم اي تعليق برضه بشرفني تضيفوه تحت بقسم التعليقات، وان شاء الله بيتم الرد على كل تساؤلاتكم وكل طلباتكم باذن الرحمن. قبل هيك انا قدمت كثير وصفات لتخزين الخضار في قناتي، لكن جبت اليوم انواع ثانيه وراح اعطي كم ملاحظه عن الخضار الحاليه المتوفر عندي انا هي قدامي. شو افضل طريقه لتخزين الخضار بالفريزر من السنه للسنه بدون ما تخرب؟ عندي هون انا القرع، عندي هون الفلفل الرومي، وعندي بطاطا شكلين، هذه للصواني بالفرن وهذه للشوربات وممكن كمان للسمبوسك. انا ما عملي كميات كبيره، عم بعطيكم افكار. رح نستعرض الافكار مع بعض. بالنسبه للجزر تخزينه حيكون نفس الطريقه رح نستعرض فيها تخزين هاي الخضار، كلهم تقريبا بنفس الطريقه. خزنت معكم قبل هيك انا البطاطا والكوسه المقوره والبتنجان المقور، كلهم نجحوا معنا بالطبخ وما جلدوا وكانوا دايبين دوب وقت الطبخ، تمام؟ رح نستعرض مع بعض كمان طريقه سريعه لتخزين الثوم غير اللي انا قدمتها بالهيك، يعني ما رح يكون بالفريز رح يكون بطريقه ثانيه، وكمان تقشيره بثواني وسرعه البرق مهما كانت الكميه. خليكم معي، رايحين على الغاز انا حاطه مي مسبقه غليتها لحتى نبدا بموضوع الخضار اولا وبعدين ننتقل للثوم ثانيا. عندنا على الغاز مي مغليه مسبقا، حنحط عليها لحفظ الخضار معلقة من الملح البحري كبيرة، حصرا ملح بحري، معلقة كبيرة من السكر كمادة حافظة بديل حامض الستريك، وما يعادل نصف فنجان خل الطريقة اللي أنا استخدمتها سابقا بالمفرزنات لحتى تحافظ على لون زاهي وجميل والخضرة تضل فريش تماما. بالنسبة للقرع فيكم تستخدموه بالشوربات، ممكن بقلاية القرع، ممكن بكتير وصفات تنفعنا، تمام. النقطة الثانية بالنسبة للفلفل الرومي، لما اخزنه هلا واعمله بنقدر نستفيد منه للسلطات وكمان للبيتزا، بتقطعوها بالحجم يلي انتم بتحبوه، كل حاجة من الموجودة بتقطعوها حسب استخدامكم للوصفات ان شاء الله برمضان، وبتخزنوها نظام طبخات بكياس مونة او علب يلي انتم بتحبوه. رح نجيب القرعات وننزلهم بالطنجرة شوي شوي، وبعد ما ننزلهم بعد ما تقلب المي بنستنى عليهم دقيقتين وبعدين بنصفيهم وبنكمل باقي الاشياء اللي معنا ان شاء الله. مثل ما انتم شايفين، تمام. لا تتركوا الفيديو لانه في طريقه معينه كمان لتخزين الخضار، بعد ما احنا نخلص ان شاء الله قلبتها بالمي السخنه، كل واحده لها طريقه، خليكم معي تابعوا معي باقي الخطوات. تركتهم 3 دقائق بالمي السخنه، راح ارفعهم هلا. القرع والكوسه والجزر وكل انواع الخضار بتقطعوها تقطيع اللي بدكم اياها وبتخزنوها بنفس الطريقه اللي احنا نستعرضها ان شاء الله هلا مع بعض. هي سهلة إن شاء الله ومضمونة ومجربة، ما تقلقوا أبدا على ضمانتي ومسؤوليتي. هلا بشيل القرعات وبعدين بنزل المكون الثاني اللي هو البطاطا، كل واحد من حاله لأنه أنا عامل تقطيعتين، رح أعطي هدول القرعات صدمة بالمي الباردة. حطيت هلا البطاطا على النار، هي قلت لكم للصواني بالفرن، صواني الكواج وغيره، راح كمان أتركها وأخليها تغلي دقيقتين على النار بعد ما تقلب بالمي لأنه بردت المي البطاطا، وبعدين رح أرفعها كمان وأعطيها صدمة بالمي الباردة. لا تروحوا استنزرونا بباقي الخطوات ان شاء الله، لانه في سر قبل تخزين الفريزر رح اعطيكم اياه. بعد ما غلت شوي البطاطا هلا على النار، احنا بدنا اياها تستوي، احنا بس بدنا نحميها من انه يتغير لونها وانه نقدر نحفظها من الفريزر، عشان اصلا احنا بعدين رح نقليها او نطبخها بصواني بالفرن حسب انتم كيف تطبخوا يعني الخضار تبعيكم، تمام. رح اشيلها هلا احطها بمصفى، وبنفس المي اللي انا عملت فيها البطاطا رح احط فيها البطاطا الثانيه ان شاء الله الصغيره المكعبات اللي قلنا رح نستعملها للشوربه او للسمبوسه.
تمام، برضو راح اعطيها هذه صدمة بالمي الباردة. هلا بنزل البطاطا الثانية المكعبة. استنى عليها تغلي كمان واتركها دقيقتين وبعدين اشيلها. خلصنا البطاطا المكعبات، وهلا راح نحط الفلفل الرومي ونخزنه بعدين بالفريزر للطبخات كمان بطريقة معينة. خليكم معي نتابع باقي تفاصيل وصفاتنا لليوم. تمام، حطيناها بالمي السخنة المغلية اللي فيها الخل والملح والسكر مثل ما قلت بأول الفيديو. حتركه كمان دقيقتين بعد ما تغلي المي وبعدين ارفعه. خليكم معي نلتقي للخطوة الثانية بعد ما احنا بنبردهم ان شاء الله، ونقولكم كيف رح نخزنهم، وكمان نستعرض مع بعض كيف رح نعمل التوم ونخزنه بدون فريزر ان شاء الله. الفلفلات كمان غلو حاجتهم هيك، رح ارفعهم واصفيهم واعملهم صدمة بالمي الباردة كمان. بعد ما خلصنا الخضار وغسلناها اعطيناها صدمة بالمي الباردة وصفيناها منيح من المي، هلا رح نعمل الخطوة الثانية اللي انا قلت لكم عليها. رح نجيب زيت نباتي ونحط شوي على الخضار كل الانواع كل واحد على حدا، ونبدا نقسم الوجبات ونحطهم بالفريزر. نيجي على القرع بالاول، نتاكد انه تم تغليفهم كلهم بال اللهم صل على النبي بالزيت، وبعدين بنقسم الوجبات ونحطهم باكياس مون ان شاء الله زي ما انتم شايفين. عشان الفكره من هذا الحكي، عشان لما نيجي نطلع من الفريزر الوجبات نقدر نفكفكهم على بعض، لو احنا محتاجين مثلا كميه اقل من الكميه الموجوده بالكيس نقدر نرجع الباقي على الفريزر. تمام، بنقسمهم بهاي الطريقة، بنطلع الهواء من الكيس، تقسموها الوجبات اللي انتو بتحبوها، الحجم اللي انتو عايزينه، بنقسمها بكياس، وبعدين نربط الكيس بهاي الربطة اللي بتيجي مع كياس المونة، أو مثل ما انتو بتحبوا، أو بتلزقوه هون، في كمان الطريقة اللي هي التلزيق تبعت المفرزنات، قطعة بتيجي هيك بتنباع عن طريق المواقع، تمام؟ زي هيك، هاي أول وحدة أنا حاعملهم، حاعملهم ثلاثة، تمام؟ خلصنا القرع، هلا رح نعمل البطاطا بنفس الطريقة، بعدين البطاطا الثانية. بنيجي بعدين على الفلفل، الفلفل أنا ما رح أحطه بأكياس، رح أحطه بحاجة ثانية حورجيكم إياها، تمام؟ كمل كمية البطاطا وباجي عند الفلفل برجع لكم. بالنسبة للفلفل الرومي رح نحط كمان عليه زيت نباتي، بس بعدين رح نخزنه بعد ما نغلفه بالزيت بهاي العلب عشان نطلع على قد حاجتنا، إذا بدنا للسلطة أو للبيتزا أو لأي شيء إحنا بدنا إياه، تمام؟ ممكن تحتفظوا كمان بالفلفل بدون ما يعني بدون ما تحطوه بصدمة على النار، تمام؟ تنتين كويسين، اختاروا يلي بتحبوه واعملوا يلي بتحبوه، ويا ريت ما تنسوا كمان تخزنوا البقدونس والكزبرة مفرومين بالفريزر، كمان البقدونس ممتاز للشوربة أو لو ما لو كمان للسلطة عادي، أنا والله بحطه وهو مجمد، بس أهم شيء يكون مفروم وهو مقطوع ميته على الآخر يعني مهوى، علشان تصير كل حبة بحبتها لما نطلعه ما يكون ملزق على بعضه. وكمان تعرفوا انتم الخضره برمضان كثير غاليه وبتكون اغلب الاحيان مفقوده، فحتى احنا ما نوقع بهي المواقف انا دائما بعمل احتياطاتي بخزن مسبقا بالفريزر. انا دائما طول السنه عندي بقدونس مخزن بالفريزر عشان لو ما حصلت برا اقدر استعمله عندي بيت، او لو ما صار لي فرصه اني انا انزل اجيب من السوق بقدونس او كزبره كمان يكون عندي بالفريزر. فكمان هاي الاشياء ما تنسوها ان شاء الله وتخزنوها مسبقا، بتفرموا الفرم اللي بدكم اياها وبتخزنوه بعلب لكن يكون مغسول ومنشف منيح قبل ما ينفرم ويتخزن. تمام، هذا كان فيديو اليوم بخصوص الخضار. رح ننتقل هلا لتخزين الثوم، بس نستعرض مع بعض على السريع قديش طلعت معي الكميه اللي انا قطعتها من الخضار كلياتها. خزنا اليوم مع بعض الفلفل، القرع طلعوا 3 طبخات، الفلفل طلعوا علبتين كل علبه نص علبه، البطاطا اللي للصواني بالفرن طلعوا كيسين كل واحد فيه تقريبا ما شاء الله كيلو، حطيت هون نص كيلو بطاطا بنص كيلو بطاطا مقطعه مكعبات، ممكن نستعملها كمفركه للبطاطا يعني بطاطا وبيض، او للشوربه او للسمبوسك او لاي وصفه ممكن تتخيلوها ممكن نستفيد منها. انا قلت لكم ما كثرت، انا بصراحه قاعده بالبيت ماني موظفه، فبالتالي انا بعمل كل شيء فريش من الاشياء اللي هي متوفره دائما، لكن للموظفات هاي الافكار بتساعدكم، مثل ما قلت لكم البقدونس الكزبره الجزر فيكم تخزنوها. طبعا احنا عندنا البازيلا بنشتريها مفرزنه خاصه عندنا ما متوفره خضراء، ولو متوفره بتكون غاليه. الفاصوليا الخضراء كمان فيكم تجيبوها وتخزنوها بنفس الطريقه بالضبط. اي سؤال عندكم ابعتوا لي بالتعليقات وانا بقول لكم كيف ممكن يتخزن. يلا ننتقل لموضوع الثوم ان شاء الله. ننتقل هلا لتخزين الثوم. اللي محتاجينه ثوم مو مقشر، مرتبان، زيت نباتي او زيت زيتون يلي بدكم اياه، تمام، ماكينه لفرم الثوم،
رح ننتقل هلا للخطوة الثانية، أسرع طريقة لتقشير الثوم واللي أنا جربتها وكثير رائعة، إن شاء الله كان كمية الثوم مهما كانت عندكم، هي إنه إحنا رح نعمل الخطوة التالية، خليكم معي. فصلت الحبات عن بعض تمام زي ما أنتم شايفين، هلا رح نروح نحطهم بالميكروويف مدة دقيقة وأرجع لكم، خليكم معي شوفوا الطريقة كيف. حطيتهم بهذا الشكل، رح سكر الميكروويف وأشغله بالأول 30 ثانية. تمام؟ لما مسكت واحدة منهم بعد 30 ثانية صارت تفك عن بعض والتانية فوق، انتبهوا لأنهم سخنين، رح أحطهم هلا بجاط ونروح ورجيكم كيف رح يتقشر بسهولة. شوفوا أنا قربت لكم الكاميرا بدي أورجيكم كيف إنه بتقشر بسهولة التومة، شوفوا. كمان فيكم تحطوا الرز مثل ما هن بقلب الميكروويف، سخن طبعا انتبهوا. هيها رح أجيب سكينة وأشيل القمعة اللي فوق وأحطها بالماكينة هاي اللي بطحن عليها التوم والبصل، مفرمة التوم والبصل، تمام؟ شوفوا تطلع لحالها. شايفين؟ بس بكل سهولة. نشيل القمعة اللي فوق. هيها. شايفين؟ الإضاءة عندي قوية شوي لأن الدنيا ليل. خلص الكمية بحطها بالماكينة وبرجع لكم. حطيت التومات بالماكينة بعد ما نظفناهم، رح هلا اطحنهم ناعم بهذه بهذه الماكينة وارجع لكم لنخزنهم بالمرتبان مثل ما انا قلت لكم. خلصنا طحنهم، جبنا مرتبان حطينا فيه زيت نباتي، حنبدا ننزل فيهم التومات ان شاء الله. واذا نقصنا زيت نباتي بنحط فوقيها مثل ما انتم شايفين. حطيناهم بالمرتبان، بنجيب زيت النباتي هلا وبنحط عليهم لغاية ما ينزل على التوم كله زي ما انتم شايفين. تمام بهاي الطريقة. شايفين؟ فكرة لذيذة رائعة سهلة وبسيطة وسريعة، حتى تقشيره بنسخنه بالميكروويف وبعدين بتقشر معانا بسهولة، دقيقة دقيقة ونص بالميكروويف حسب الكمية إذا الحبات كاملين أو لأ، وبعدين بتطلعوها لو بتتقشر معاكم بكل بساطة. هيك توماتنا جاهزين، سكرنا المرتبان كويس زي ما انتم شايفين، هنحطه بالبراد ونطلع منه الكميات اللي بدنا اياها حسب الاستخدام، ما رح يصير له حاجه ولا رح يخرب، حيضل فريش ولا احلى من هيك. اذا عجبتكم وصفاتنا لليوم ما تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق وشير لحتى تعمل فائده على الجميع، واذا كنتم مشتركين برضه ما تنسوا اللايك يا حلوين، واذا عندكم اي وصفه حابين نعمل لكم اياها بقدر الامكانيات وحسب الاستطاعه ان شاء الله، واذا بعرف اكيد ما ببخل عليكم. عيوني إلكم، بعرف مطلوب مني وصفات كتير بس معلش بدكم تعذروني شوي، شوي شوي بقدم كل الوصفات على القناة. أنا لو بطلع بإيدي بقدمهم كلهم بيوم واحد بس طبعا ما بينفع. دمتم برعاية الله، مع السلامة.